من بعد اخر اجل الدفع اللي هو لو 17 ماي غنقوموا بعمليه الانتقاء اللي غنختاروا فيها مجموعه من الافكار اللي نقدروا نطوروها معكم كشركه لاماليف. من بعد غنعلنوا على لائحه المشاركين معنا في مسابقه مدينتي وغنكونوا في مجموعات في مجالات مختلفه اللي هما التصميم الهندسه والتجاره، وغنقوموا بتنظيم ورشات تكوينيه لمده 3 ايام اللي غيكونوا هنا في السياج ديال لاماليف جروب، اللي هما سو فورم داتولي دو فورماسيون اللي غيكونوا انيمي باغ دي زيكسبير في ديفيرون ميتي، وغتحضروا معنا فيهم باش تطوروا ليدي ديالكم من فكره المشروع. من بعد هاد 3 ايام ديال التكوين كنتظروا منكم توجدوا لينا واحد لا بريزونطاسيون سو فورم دو بيتش. شنو هو هاد لو بيتش؟ هو واحد التقديم ديال المشروع ديالكم امام واحد اللجنه متخصصه في مجموعه من المجالات اللي غتكون في لو موان ديال جويلي، وهذه اللجنه غتعلن على 3 ديال الفائزين وغتكون جائزه كبرى مخصصه لاحسن مشروع، وهذا المشروع غيتم التسويق ديالو من طرف مجموعه لاماليف. وما تنساوش تلتحقوا بنا كل خميس في 9:30 ديال الليل لايف على انستغرام وفيسبوك ديال لاماليف جروب باش تشاركونا جميع التساؤلات ديالكم حول مسابقه مدينتي. ومجموعه لاماليف كتمنى توفيق لجميع المشاركين. لاماليف جروب دو لا فيل ا لا في.